شكرا لك كريم. عارفه ناشط في المجتمع المدني. نواصل معكم اللقاء. اليوم كان اجتماع للغرفه الوطنيه لاصحاب المقاهي. الاجتماع هذايا ياتي بعد قرار وزاره التجاره الترفيع في اسعار ماده القهوه للمهنيين. على ماذا اسفر هذا الاجتماع؟ شنو هو تقرر بعد هذا الاجتماع؟ نحكي في الموضوع تو تسويت. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. مرحبا ضيفنا في المباشر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي سي فوزي حنفي. مرحبا سي فوزي، أهلا وسهلا. عايشك، مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين. شكرا جزيلا. الناس كل تستنى اليوم بعد الاجتماع. الغرف الجهوية اجتمعت، لكن ديما تقول راني نستنى عملوا اجتماعات إعلامية. مثلا في صفاقس كان اجتماع إعلامي وتقرر أن يقول لك نستناه في الاجتماع نتاع الغرفة الوطنية على ضوء هو مش نقرروا هل أنه مش نزيد. وساعات نحكيوا على الزيادة هذية نتاع القهوة للمهنيين. كيفاش تقبلتوها كغرفة وطنية وشنو قررتوا اليوم في الاجتماع مع منظوركم؟ قبلناها بيانسور وقت اللي واحد باش تقوله باش تزيد في الأسعار، هذه حاجة بالنسبة لنحنا سلبية، لأن كل ما المنتوج اللي باش نبيعوه يكون غالي ما ينقص عليه الإقبال. دونك احنا ماذا بينا لو كان قاعدة الأسعار هي بيدة، ولكن الأسعار هذه هي أسعار عالمية، فهمتني؟ كما زادت في البلدان الكل، زادت في تونس. احنا اول ما بدينا الاجتماع استنكرنا قائمه الاسعار اللي هي معناتها فيها اسعار معناتها فيها اللوجو نتاع ليتيكا، حاجه ليتيكا ما عندها فيها حتى دخل. معناتها هبطت تسعيره وجداول جديده وفيها طابع نتاع ليتيكا، لوكو معناتها ليتيكا ما خذتش القرار هذا. بالضبط. هاي هذه اول حاجه. حاجة ثانية، احنا اليوم قمنا معناتها باحتساب الفارق هذا ما بين السوم اللي كنا نشريو بيه والسوم الحالي. هاي نذكروا قداش يعني هي الزيادة صارت، قداش كان السوم وقداش ولا؟ كان 19,800 ولا 34 دينار و500. هاي برسك فوا دو تقريب. هاي دونك فما تقريبا 14 دينار و500 زيادة. هاي عملنا دراسة مع بعضنا وحسبنا يعني قديش هذه التكلفة تاع البن الصافي بالنسبة للقهوة اللي هي الإكسبريس الكابيسان والديريكت، لقيناها حسب التقريب 200 ملي. دونك القهواجي ولا تكلفوا 200 ملي أكثر من قبل. على التسعيرة اللي ولا على الكلفة اللي كان يبيع بها قبل؟ ما نقولوش على التسعيرة، على الكلفة، على السوم اللي كان يبيع بها. أي أو على الكلفة. بون كيف يزنو يزيد هو المارج بتاع الربح نتاعو. معناتها مع المارج، معناتها نزيدو 200 ومع المارج نتاع الربح قداش تقريبا؟ بالضبط 200 مليم على كل مشروب. هي راي نحبوا نذكروا يعني لوخيين الكل ان راي المشروبات الساخنه والبارده وقاع تحريرها تحرير، معناتها كل الواحد وحسب القانون يعني نتاع المنافسه والاسعار ينجم يبيع بسوم اللي هو معناتها يساعده. ويبيع بسوم اللي هو يساعده، مش معناتها يعمل اسعار مشطه ولا، لانه اصلا هذا مش في صالحه. لانه في الاجهار ومش باش يبيع كيفه معناتها. بالطبيعه. اي. هي معناتها ستين المقاهي الموجوده الكل. لازم تلقى زوج مقاهي بجنب بعضهم، واحد يبيع ارخص من الاخر وخير احيانا. دونك انت تختار القهوه اللي تشري منها القهوه نتاعك. معناتها اليوم الزياده تقدر ب 200 مليم على الكلفه اللي كان يبيع بها او التسعيره اللي كان يبيع بها كل قهوه يجي قبل، والزياده هذيا هي حره. معناتها ينجم يزيد كما ينجم يحافظ على الاسعار، كما ينجم يزيد اكثر من 200 مليم هكا ولا لا؟ كما ينجم يزيد. اي فوالا، معناتها قلت يحافظ على الاسعار يزيد 200 مليم او اكثر من 200 مليم، هو ينجم معناتها له حريه في ذلك لانه الاسعار محرره هكا ولا لا؟ بالضبط.
واضح اليوم النقطة هذية معناتها سي فوزي. فمباشر الناس توجه انتقادات للقهوة اللي تخدم أساسا بالحليب، يقولك اليوم علاش يزيدوا في أسعار القهوة، علاش يحكيوا على كلفة متاع زيادة في كلفة القهوة لقوهم اليوم يبيعوا ولا يخدموا بالحليب المدعم اللي هو أساسا نورمالمون موجه للمستهلك وليس موجه للمقاهي. شو تقول في الإطار هذا يا سي فوزي؟ كل ما عندنا حليب آخر طن ما أنت طول دي بروفيسيونيل الصناعيين كل فهمتني حليب خاص ما تندون نخدمو به فهمتني المقال طن شو ما إحنا ما عندكمش مشكلة معناتها؟ لا لا حتى مشكلة معناتها فقط توفرونا معناتها الحليب ما إحنا تون نخدمو به بالضبط. واضح واضح سي فوزي، فضلك شكرا لك سي فوزي حنا في رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. وصلوا معكم لقانا أهلا وسهلا 7:41 على موجاتنا. نمشيو إلى مبادرة لصاحب معصرة خفض في الأسعار متاع زيت الزيتون إلى 15 دينار وأثار تفاعلا وإقبالا كبيرا قبل هدايا. زلنا نستناو في النقابة لقب سليمان هكا ولا لا ولاية نابل اللي احتجت اليوم بعد إصدار بطاقتي داعم بالسجن في حق مدير مدرسة ومعلمة ذكروا